اليوم كنحضروا المنتدى الموضوعاتي حول الامن المائي، التحديات والافاق. بالنسبه لينا كيبان لينا انه اليوم كيعرف العالم في ظل التغيرات المناخيه واحد الازمه ديال الماء. انا غادي نحاول نتحدث على مجموعه ديال الاشكالات اللي كنعانيوها، وبالخصوص في المناطق ديال الوسط اللي ما كتعرفش تساقطات مطريه بشكل كبير. كنعرفوا ان المحطات ديال المياه العادمه المعالجه هي مصدر مهم للمياه ديال السقي، بحيث انه مثلا مدينه قلعه سراغنه فيها محطه ديال المعالجه لا تستثمر بشكل امثل في 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 السقي ديال الزراعه. وبالتالي منطقه كمدينه قلعه سراغنه هي منطقه اللي هي فلاحيه بامتياز، كيف ما كنعرفوا جميع ان المياه العادمه المعالجه هي مصدر مهم للماء. وبالتالي فالملاحظ ان المغرب مازال كيستعمل هذه المياه غير لسقي المناطق الخضراء، في حين انه من المفروض انها تستغل بشكل امثل لسقي للاستعمال امثل في المجال الفلاحي. مثلا مدينه قلعه سراغنه اللي هي مدينة كيعتمد الاقتصاد ديالها على المجال الفلاحي، اليوم شجر الزيتون عوض فاش يعطي الثمار ديالو هو كيتباع اليوم حطب، لأنه سنة أو سنة ونصف تقريبا ما تسقاش. كذلك يجب استثمار التجارب الرائدة في هذا المجال. مثلا المملكة الأردنية الهاشمية 20% من المياه ديال الفلاحة اللي كتستعمل في الفلاحة هي مياه عادمة معالجة بطريقة بطاقة نظيفة. كذلك يجب تأسيس واحد ترسانة قانونية مثلا بالنسبة لتثمين مياه الأمطار، كيف ذلك؟ يتم ذلك عن طريق مثلا الفرض على المنعشين العقاريين أنهم بالموازاة مع القنوات ديال الصرف الصحي يديروا لنا اون باراليل قنوات لتجميع واستثمار مياه الأمطار في المجالات الحضرية.